قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. ونبقى دائما في قطاع العدالة، حيث أنهت إذن محكمة جنايات البوليدة أنهت استجواب المتهمين في قضية الخليفة، وستبدأ يوم الخميس في سماع شهود. كما تأجلت الجمعية العامة لمجمعي الخليفة إلى الأسبوع القادم. وليد بهراوة والتفاصيل. بعد 14 يوما من المحاكمة، أنهى قاضي محكمة الجنايات هنا من مجلس قضاء البوليدة استجواب 71 متهما في قضية الخليفة، وسيشرع في السماع للشهود ابتداء من غد. المحاكمة على هامشها ظهر صراع قانوني بين دفاع المتهم عبد المؤمن خليفة وكذلك دفاع بنك الخليفة أقول في التصفية، حول التصفية والجمعية العامة. سيد المصفي كان يعمل مدة 12 سنة بدون محافظ حسابات، إذا كان هذا الشخص ما تعينش منذ سنة 2003 معناها أن كل العمل اللي قام به منذ 2003 هو عمل تحت الستار. اليوم قاولنا واحد 30,000 عملية تتفكك ليكون عندنا الحساب النهائي. أظهر باللي كاين تقريب 80 مليار دينار دين نتاع هذه المؤسسة. مرحلة جديدة ستدخل فيها المحكمة ابتداء من يوم غد، السماع للشهود. ماذا ستحمل هذه الشهادات؟ وهل ستبرئ عبد المؤمن رفيق خليفة ومن معه أم ستدينهم؟ هذا ما سنعرفه في اليوم 15 من هذه المحاكمة. وليد بهراوة من داخل مجلس قضاء البوليدة لتلفزيون النهار. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.